تحية لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. في الجزء الاول من الحلقه نلقي الضوء على ملف الاموال المنهوبه والمجمده في البنوك السويسريه، بناء طبعا على طلب الحكومه المصريه اللي اعقبت ثوره 25 من يناير، في ضوء المنتدى العربي الثالث لاسترداد الاموال العربيه المنهوبه اللي عقدته سويسرا، وشارك وفد مصري رفيع المستوى فيه، وجاءت بعض التأكيدات وبعض التوصيات خرجت عن هذا المنتدى نتعرف عليها تباعا من خلال مجموعة من اللقاءات. في جزء آخر نتعرف على الموقف الحالي والراهن من البرلمان الأوروبي إزاء الأوضاع في مصر، في ضوء أيضا حوار أجراه البرنامج مع رئيس مجموعة الأحزاب الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي الذي كان في زيارة خاطفة إلى مصر التقى فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين في الدولة. في الجزء الأخير نتابع نتائج الاجتماع الأوروبي لمواجهة الإرهاب وآليات دعم هذا الاتحاد للقاهرة في حربها ضد الإرهاب. دعونا أولا نبدأ بمتابعة سريعة للجلسة العادية لمجلس حقوق الإنسان لمراجعة ملف مصر في حقوق الإنسان اللي عقدت في جنيف، وهذه الجلسة طبعا بتأتي ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة اللي بيجريها المجلس لكافة دول العالم كل 4 سنوات، واللي جاءت كلمة مصر فيها و قدمها السيد مستشار وزير العدالة الانتقالية اليوم، تأكيدا على أنه الإرهاب بكافة أشكاله بيشكل انتهاكا لكافة حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة، وأن مصر تعاني منه حاليا. نتابع هذا التقرير عن هذه الجلسة ثم نعود إليكم مرة أخرى في هذه الحلقة من الاتجاه شمالا، ابقوا معنا. قها وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي حول ملف مصر في حقوق الإنسان، أيدت مسألة رفض كافة أشكال الإرهاب الذي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة. ملف كامل تم عرضه أمام الحضور حول الجهود التي تبذلها مصر في تنفيذ تعهداتها في إطار القانون الدولي، حيث عبر المستشار إبراهيم الهنيدي عن احترام الدولة المصرية لتطلعات الشعب الذي ثار ضد السلطة الحاكمة في عامي 2011-2013. كلمة مصر تطرقت أيضا إلى الخطوات التي اتخذتها بعد خارطة الطريق في شأن حقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت ثورة 30 يونيو. وأود أن أعلن أن تلك اللجنة أنهت بالفعل أعمال التقصي والتحقيق وفي سبيل إنهاء ورفع تقريرها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها. الدستور المصري الذي أقر بأغلبية ساحقة نص على حقوق وحريات لم يكن منصوصا عليها من قبل، فجعل القرامة حقا لكل إنسان والتعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وكفل لأول مرة حق الإضراب السلمي وأطلق حرية الاعتقاد، وكفل حرية التنقل والفكر وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحظر التهجير القسري التعسفي. وفي الوقت الذي عبر بعض الحاضرين عن قلقهم إزاء طريقة تطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر، ونادوا بضرورة أن يكون المجال مفتوحا أمام منظمات المجتمع المدني بما يمكنها من الاطلاع بدورها بالشكل الذي لا يضر بالمصلحة الوطنية، أعرب الحضور عن رضاهم بما أعلنت عنه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعية من أنه سيتم مناقشة قانون منظمات المجتمع المدني الصادر عام 2012 في البرلمان المقبل. هاتفيا السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، مساء الخير يا سيادة السفير. مساء النور يا فندم. طيب اجمالا سياده السفير، الذي خرج عن هذه الجلسه الخاصه بمراجعه ملف مصر في حقوق الانسان من خلال ما دونه الحاضرون او البلدان المشاركه في هذه الجلسه من ملاحظات. يعني اجمالا المناقشات اليوم شهدت الاستماع الى تقرير من مصر حول اهم التطورات التي حدثت منذ اخر او اول عمليه مراجعه تمت في 2010، وايضا استمعنا نحن على الجانب المصري لملاحظات الدول وتعليقاتها واستفساراتها
وأيضا لما طرحه البعض من توصيات. طيب يمكن القول أنه شارك في هذه الجلسة 121 دولة، وده الحقيقة رقم مرتفع يعكس الاهتمام بمصر وأيضا الاهتمام بالمشاركة في آلية المراجعة. ويعني معظم المداخلات كانت إيجابية، ويعني هناك بعض التعليقات أو بعض الملاحظات ربما يعني تدخل في التصنيف السلبي، ولكن هذا أمر متوقع في آلية تستهدف في الأساس استعراض أو تدقيق في بعض الأمور. فهي يعني نقدر نقول أنها آلية، يعني ليست آلية انتقاد، ولكن آلية تسترعي أو تستدعي النظر في جوانب القصور من أجل توجيه بعض الإرشادات أو بعض التوصيات بشأن كيفية معالجتها. طيب عندي نقطتين. النقطة الأولى الاختلاف إن وجد يعني ما بين الملاحظات الخاصة بمراجعة تقرير مصر 2010 وبين مراجعته اليوم، نقطة الأولى. لا هيك الوضع مختلف تماما، ان يعني الوضع اليوم في 2014 بالمقارنة ب 2010 يعني البلد شهدت ثورتين، شهدت ثلاثة أنظمة متعاقبة، شهدت أيضا دستور جديد يعني يعكس قدر كبير من الحقوق والواجبات لمختلف الفئات، دستور تفصيلي، لا يعني في هناك تعديلات تشريعية وأيضا يعني تعديلات في القوانين، منظومة الحقوقية اختلفت تماما عن الوضع في 2010. فهذه كلها معطيات يعني أثرت إيجابيا يعني مراجعة اليوم مختلفة عن مراجعة 2010. طيب الإخوان المسلمون كانوا تقدموا بتقرير هم الآخرون للمجلس متهمين فيه الحكومة بممارسة نوع من الانتهاكات، هل هذا التقرير كان ليه أي أثر سلبي على تدوين الملاحظات داخل الجلسة؟ هيك آلية المراجعة هي تتم بين دول، نعم، وهي قاصرة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وبالتالي أي جماعات أو أي أفراد أو أي تنظيمات تقدم أوراق هنا أو هناك يعني ليس لها أي قيمة ولا يؤخذ بها ولا تقبل ولا يعني توزع ولا لها أي علاقة بالآلية. تمام، أشكرك شكرا جزيلا السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، حدثتنا مباشرة من جنيف. وأتحول مباشرة إلى موضوعي الرئيسي اليوم، وهو استرداد الأموال المنهوبة. ربما نكون تحدثنا عن هذا الأمر مرارا وتكرارا، لكن ربما هناك جديد في هذا الموضوع اعتبره بعض المراقبين انه خطوة جديدة بالاتجاه الصحيح. على اي حال احنا البرنامج توجه الى ماركوس لايتنا، هو السفير السويسري هنا في القاهرة، اجرينا معه حوارا قصيرا عن هذا المنتدى الثالث للأموال العربية المنهوبة، وأفضل ما يمكن استخلاصه من هذا المنتدى، وأيضا الإجراءات المتخذة والمتبادلة ما بين مصر وسويسرا في هذا الإطار. إليكم هذا الحوار الذي أجراه البرنامج. ماركوس لايتنا سفير سويسرا بالقاهرة، مرحبا بك. شكرا لك. الحكومة السويسرية قد أنهت المنتدى السويسري فيما يتعلق بالأموال المهربة، وقد كان هناك وفدا مصريا قد حضر هذا المنتدى. ما أهمية هذا المنتدى ومخرجات هذا المنتدى؟ أعتقد أنه كان منتدى مهم للغاية، لأنه قد جمع المراكز والمؤسسات المالية التي لديها الأموال التي قد تم تجميدها من الدول التي طلبت تجميد تلك الأصول. من المهم أن يحدث تبادل الخبرات والآراء بين الدول الطالبة لعملية التجميد والمؤسسات المالية التي لديها هذه الأموال. من المهم أن يكون هناك تبادل الخبرات وكذلك اجتماعات ثنائية في هذا الإطار، ولذلك هذا المنتدى كان مهم للغاية الذي جرى في جنيف.
كانت هذه المرة الثانية التي قمتم فيها بتجديد مدة التجميد، لقد حدث ذلك في شهر ديسمبر الماضي كما أذكر، وأنتم الآن على وشك الانتهاء من هذه الفترة الزمنية. أين نقف نحن الآن؟ سويسرا قامت بتجميد الأموال مباشرة بعد الثورة في عام 2011، وخلال 3 سنوات قمنا بتجديد عملية التجميد بدءا مرة أخرى من بداية هذا العام، ولدينا الآن تعاون وثيق وقوي، وأعتقد أن هذه مسألة مهمة للغاية، فهذه عملية معقدة تتطلب وقتا طويلا، لذلك نحن في حاجة إلى فريق محترف من الجانبين، فرق تدرك احتياجات الطرف الآخر فيما يتعلق بالقيام بهذا العمل، ولذلك هذه الاجتماعات التي عقدناها في جنيف مهمة للغاية. كان هناك اجتماع مع المدعي في سويسرا والمدعي العام في مصر كذلك، والأمر كان مفيدا للغاية لكي نعرف ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالعمل الذي نقوم به، حتى يكون هناك فهما للاحتياجات لكي ننتهي من هذه العملية. وزير الخارجية المصري قد أعطى أمرا بعقد لجنة ثالثة، هذه لجنة ثالثة التي سوف تعمل على هذه المسألة، هل ستبدأ من البداية؟ وماذا عن اللجنتين السابقتين اللتين كانتا تعملان منذ تجميد الأموال وبعد الثورة في عام 2011؟ نستطيع أن نقول أننا لدينا نظراء محترفين للغاية في الجانب المصري يقوموا بالتنسيق بشكل جيد بين مكتب النائب العام ووزارة العدل، وهو من المهم للغاية أن يحدث ذلك لكي يكون هناك رأي واحد، وهذه اللجان تساعد في مجال التنسيق بين الجهود المصرية والسويسرية، ونحن نتعاون مع المصريين في هذا الإطار، نتعاون كذلك مع مكتب النائب العام والوزارات المصرية، وهم مهم أن يقوموا بالتنسيق فيما بينهم كذلك. في البداية الوفد السويسري قام بزيارة لمصر، ليس في البداية ولكن أعتقد أنه كان في ديسمبر من عام 2013، وكانت هناك زيارة لميشيل لوبا المحامي العام، وبعد هذه الزيارة قام وفود أخرى بزيارة مصر لنفس الغرض، أم تم تجميد الأمور عند هذا الحد؟ كانت هذه الزيارة مهمة للغاية لأنه كما ذكرت فمن المهم كذلك أن يكون هناك تعاون وفهم على المستوى الشخصي للشركاء الذين تعمل معهم، ولذلك هذه الزيارة كانت مهمة، ولقد تمكنوا الآن من الالتقاء مرة أخرى في جنيف، ونستطيع أن نقول أن هناك تفاهما فيما بينهما، وكانت هناك زيارة أخرى قد عقدت قبل زيارة التي جرت في جنيف، لأن الزيارة التي جرت في جنيف كان يشارك في رئاستها مصر وتونس وسويسرا، لذلك هذه الزيارات مهمة للغاية في هذه العملية المتعلقة باسترداد الأصول، وكذلك زيارة النائب العام كانت مهمة لكي يتعرفوا على الإجراءات السويسرية التي بدأناها في بداية هذا العام، وإما أن ينتهي الجانب المصري من إجراءاته ويسترد الأموال بناء على قرارات التي اتخذ في مصر، أو نتمنى أن الإجراءات السويسرية تنتهي ويتخذ قرار يسمح لنا بإعادة الأموال. الإجراءات السويسرية ما الذي تعنيه بهذا؟ هل تعني التحقيقات التي تجريها الحكومة السويسرية لمتابعة تلك الأموال لأنها تخضع لعملية غسل أموال كذلك؟ نعم، نحن نتابع قضايا غسل الأموال، وإذا تمكننا من إثبات من أن هذه الأموال هي متحصلات جريمة غسل أموال، فإننا عندئذ سوف نتعامل على هذا الأساس وسوف نقوم بمصادرة الأموال وإعادتها إلى مصر. هذا هو سبيل من سبل التعاون والقيام بهذه الإجراءات، والسبيل الآخر هو الإجراءات المصرية الجارية المتعلقة بالمحاكمات. الإجراء الأول الذي قمتم به فيما يتعلق بتحقيقاتكم، هل قمتم بتتبع أي شخص توجهت أمواله إلى عملية غسل أموال أم لم تنتهي التحقيقات بعد؟ التحقيقات لازالت جارية، وهذه التحقيقات تعتمد بشكل كبير على العمل المصري، لأن الأموال التي تم غسلها سوف تكون أموال جاءت من جريمة أصلية ارتكبت في مصر، لذلك مصر عليها أن تثبت ذلك، ولذلك هناك مساعدة قانونية متبادلة بين البلدين في هذا المجال، وهذا أمر حاسم للجانبين.
لكي يتمكنوا من إثارة هذه القضايا. كانت سويسرا على وشك إصدار تشريع جديد أو تعديل التشريع الحالي. ما هي تفاصيل هذا التشريع المتعلق باسترداد الأموال المهربة؟ التشريع متعلق بكل القرارات التي قمنا باتخاذها فيما يتعلق بالدستور. قمنا بجمع كل التشريعات تحت قانون واحد لكي يكون لدينا قانون موحد يجعل الأمر أسهل لعملية المصادرة والتجميد وإعادة الأموال كذلك. هذا القانون الآن تم تقديمه إلى البرلمان وسوف يتم مناقشته في البرلمان في العام القادم، وبعد ذلك سوف نرى إذا كان البرلمان سوف يوافق عليه أم يطلب التعديل القانون. أشعر أنه من المهم للغاية أن نعمل بشكل مستمر على هذه القضايا. لدينا كل العناصر التي نحتاج إليها لحل هذه القضايا بين مصر وسويسرا. لسنا في حاجة إلى انتظار إصدار هذا القانون. إذا ساعدنا هذا القانون في النهاية سيكون أمرا جيدا. إذا لم يحدث كل ذلك في الوقت الذي يجب أن تتخذوا فيه قراركم، هل ستقوموا بتجميد الأموال مرة أخرى أو تمديد فترة تجميد الأموال؟ علينا أن ننتظر لنرى. نحن بالطبع لدينا ضغط الوقت الآن. الأمر ليس متروكا لنا فقط لكي نتخذ هذا القرار. هناك محامون على الجانب الآخر يودوا رفع التجميد عن هذه الأموال. لذا من المحتمل أن تكون هناك تحديات ونحن قمنا بتمديد التجميد الآن. لدينا 3 سنوات سوف نضغط خلالها لكي نتخذ القرارات ونتمكن من إعادة الأموال. وإذا لم نفعل ذلك سوف يكون علينا اتخاذ قرار آخر. هناك بعض القضايا دون ذكر أي أسماء قد قامت بعملية مصالحة مع الحكومة وقد تم إنهاء عملية المحاكمة. هل تم استرداد الأموال؟ الأمر بالنسبة لتشريعنا يعتمد على قرار الحكومة المصرية. إذا كانت الحكومة المصرية سوف ترفع هؤلاء الأفراد من القائمة فإننا سوف نرفعهم عن قائمتنا كذلك. هذا جزءا من التعاون فيما بيننا ونثق من أن كم تقوموا بالتعامل مع هذه المسألة. ماذا عن تونس؟ لأنني فهمت أنكم قد أعطيتم بعض من الأموال مرة أخرى إلى الحكومة التونسية، أعتقد 50 مليون يورو إذا لم أكن مخطئا. هل القضية أو المسألة التونسية أسهل من المسألة المصرية؟ لم نصل إلى هذا الحد بعد إعادة الأموال. تم اتخاذ القرار الأول للقيام بذلك، ولكن هذا القرار قد تم بالطبع الطعن ضده أمام المحكمة. لذلك علينا أن نتابع ما سوف يحدث، ولكننا تقدمنا خطوة أكثر في تونس. ليس لأن المسألة في تونس أسهل، ولكن لأن هناك استقرار أكثر في تونس على مدار السنوات الماضية لمتابعة تلك القضايا، وهذا قد ساعد بالتأكيد فيما يتعلق بمسألة تونس. ونتمنى الآن أن نحقق خطوات مهمة فيما يتعلق بمصر. سؤالي الأخير، الحكومة المصرية الحالية هل أضافت أي أسماء أخرى إلى القائمة أم لازلنا نتعامل مع الأسماء التي كانت موجودة على القائمة بعد الثورة الأولى؟ نحن ملتزمون بالقائمة الموجودة لدينا والأسماء التي قمنا بتجميد أموالها، وهذه الأسماء التي نتعامل معها الآن ونقوم بالتحقيق بشأنها وهذه القضايا التي نعمل عليها. على المستوى الشعبي تشكلت في يونيو 2011 مبادرة شعبية للضغط بكل الوسائل المتاحة على الحكومات اللي بها أو في بنوكها الأموال المنهوبة من مصر، وده طبعا بعد الثورة وبعد قرارات التجميد اللي جاءت من الحكومات المصرية المتعاقبة لهذه الأموال. معنا في استوديو الاتجاه شمالا النهاردة السيد الأستاذ معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة. مساء الخير يا أستاذ معتز وأهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب أنتوا شكلتوا المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال الموهوبة من يونيو 2011. سريعا كده حضرتك عدلي عملتوا ايه من 2011 لحد احنا بنتكلم دلوقتي في نوفمبر 2014؟
يعني احنا اشتغلنا في العديد من العواصم الاوروبيه، هبدا لك من النهايه مش من البدايه. احنا محصله ما اسفرت عليه جهودنا المسانده للجهود الرسميه هي تجميد مليار و300 مليون دولار، منها 700 حوالي 60% في سويسرا، 763 مليون دولار، منها 84 مليون جنيه استرليني في بريطانيا، منها 34 مليون يورو في اسبانيا، وممتلكات اخرى بحوالي 58 مليون دولار في اسبانيا ايضا. طب انتوا اولا حصرتوا الاموال دي باي طريقه؟ لا مش احنا حصرناها، هي الاموال المنهوبه يعني صعب نحصرها، يعني خبراء البنك الدولي بيقدروها من 40 ل 60 مليار دولار. الاموال اللي جمدت اللي هي هترجع لمصر باحد ثلاث وسائل هي مليار و300 مليون دولار زي ما، وباقي الاموال في دول باقي دول الاتحاد الاوروبي. تمام. احنا اشتغلنا على بعض دول اشتغلنا على اسبانيا في منسق المبادره الاستاذ ابراهيم مروس مؤسس اتحاد المصريين في اسبانيا، في الاستاذ مصطفى رجب مؤسس اتحاد المصريين في بريطانيا، في الاستاذ رشدي الشافعي في فرنسا، الاستاذ مصطفى عبد الله في النمسا وشرق اوروبا، وفي ثلاث منسقين في سويسرا لاهميتها، الاستاذ امير بضيف، الاستاذ امين مسيحه، والاستاذ محمود فضل، وفي منسق للمبادره الدكتور محمد الجمل في امريكا. هؤلاء كلهم مارسنا نوعين من الضغوط، ضغوط مع اولا تظاهرات، عملنا حوالي 12 مظاهره في العواصم الاوروبيه، ضغوط اعلاميه اتنشر عندنا في الموندو في البيس وفي تلفزيون انتركونوميا في اسبانيا وفي صحيفه ليبرتي السويسريه وصحيفه الاندبندنت البريطانيه، اتكتب عن جهودنا. ايضا تواصلنا مع بعض المحامين الاسبان خافير خوسي غارسيا وماتيو فورتوناتي، قاموا برفع دعوى قضائيه شعبيه امام المحاكم الاسبانيه يعني لمسانده المبادره. في بعض الاوقات احنا اضطرينا ان احنا اولا نتعاون مع برلمانيين، معانا تحالف برلماني برئاسه اندس لوتر في البرلمان البريطاني، وهو قدم 7 استجوابات في مجلس العموم، للاسف لم يتم رد الا على استجواب واحد، واسفر هذا الاستجواب في 26 يناير 2012 عن تجميد اموال 19 شخصيه من نظام مبارك في بريطانيا، والشخصيات المجمدة أموالها في جميع دول الاتحاد الأوروبي هي 19، وجدد سنويا، هو جدد من مارس 2014 لمارس 2015 فيما عدا إسبانيا، هي جمدت على مرحلتين، المرحلة الأولى جمدت لي 14 شخصية، ثم في 7 سبتمبر 2012 جمدت 17 شخصية ليصل مجموع الأموال طيب 31 شخصية. طيب تجميد الأموال هو بيجي بناء على على حكومة في وضع بريطانيا، حضرتك بتقول أنه ده جه بناء على استجواب، بناء على استجواب ومساندة لجهود الحكومية. الحكومة كانت طالبة التجميل، الحكومة المصرية كانت طالبة، ولكن احنا عملناها عن طريق مجلس العموم البريطاني، بريطانيا حتى ما زالت تتلكى حتى الآن. الأموال المجمدة في بريطانيا ليست كبيرة، 84 مليون جنيه استرليني جمدتهم على دفعتين. لم تجمد الممتلكات القصور، ولم تجمد الشركات وغيرها. المجال البريطاني ما زال يعني بحاجة للعمل، أما المصري الأمريكي فهو متعسر جدا. احنا عملنا امريكا فيها قد ايه؟ امريكا للاسف يعني مش قادرين نقدر الاموال اللي فيها، لكن هي فيها اموال ل 103 شخصيه، مصر طلبت تجميد اموالهم من 2011 وامريكا رفضت. احنا عملنا تحالف برلماني برئاسه ديفيد برايس عضو الكونجرس الشهير، قدمنا مذكره قانونيه للرئيس اوباما قدمها السيد ديفيد برايس، قدمنا لوزيره الخارجيه السابقه، قدمنا لوزير العدل الامريكي، رفعنا دعوه قضائيه. كل ده دعم لطلب الحكومه. دعم لطلب الحكومه. ايضا شكلنا لجنه للاديان الاسلام والمسيحيه واليهوديه تنادي بضروره اعاده هذه الاموال. ثم من اخطر الاشياء اللي احنا عملناها في امريكا ولم يتم الاعلان عنها، بعض الشخصيات يعني وثائق تدين بعض الشخصيات تم تسليمها منذ عام 2011 ثم عيد تسليمها مره اخرى للمستشار كامل جرجس في عهد الرئيس المعزول عندما كان هناك نيه لاغلاق هذا الملف تماما، فسلمنا كل وقت الاخوان كان في نيه لاغلاق طبعا الملف. وتعرضنا لتهديدات وتم الاعتداء على منسقنا في اسبانيا، وانا شخصيا تعرضت لتهديدات ويشهد عليها بعض العالميين يعني العالميين، وانا نشرت بيان في حينه. وليه الاخوان كانوا عايزين يقفلوا هذا الملف؟ كان في بعض الشخصيات وزير سابق ورئيس حزب هارب وغيرهم تورطوا في بعض مصالحات كده مع بعض رجال اعمال، وكان في عمولات، وكان في عمولات من احد رجال الاعمال المعروفين الهارب خارج مصر ايضا. وللاسف يعني هو مرسي اول ما تولى، بعد ما تولى بايام حل اللجنه اللي كانت برئاسه المستشار عاصم الجوهري، وده اثر كثيرا. ما فيش لجنه من ساعتها الا اللي شكلها المهندس ابراهيم محلب اول امس. وده يعني اعتقد انها بادره طيبه. احنا ايضا في جنيف في الاجتماع الاخراني كان حضرتك حضرت المنسقين، الاستاذ
الاستاذ مصطفى عبد الله كان متواجد والاستاذ يعني محمود فضل. حد من المبادره يعني. طبعا وسالنا كمان تناقشنا مع الرئيس السويسري وطلبنا منه كمبادره ان هذه الاموال المجمده يتم استثمارها في مصر لحين ان هي يتم فك التجميد. فقال ان القوانين تمنع. سالنا سؤال تاني، هل هناك امل كبير في عوده هذه الاموال؟ اكد ان هناك فرصه كبيره. وانا عاوز اقول لحضرتك ان اقرب دوله هتعيد هذه الاموال لمصر هي سويسرا، لان هناك ثلاث وسائل لاستعاده هذه الاموال. الوسيله الاولى يمكن ضعيفه بالنسبه لنا قوي، لان احنا لم احكام قضائيه جنائيه نهائيه هنا في مصر، ولم يصدر الا حكم واحد هو القصور الرئاسيه واختلط به مصر سويسرا. التدخل في القضايا في الخارج، لم نتدخل الا في قضيه غسيل الاموال لمبارك ونجليه في سويسرا، ودي حصل فيها بعض التعثر ايضا لتدخل في اعمال القضاء في عهد مرسي. ثم التعاون القضائي الدولي، التعاون القضائي الدولي، واحنا التقينا استاذ مصطفى عبد الله من راسخ المبادره مع دكتور فالنتاين اللي هو ماسك ملف الاموال المنهوبه في سويسرا، ونصح الحكومه المصريه ان تسير في هذا الاتجاه، خاصه ان تونس بصدد استعاده 40 مليون فرنك سويسري بقرار احترازي من الحكومه. انا هرجع لحضرتك لتونس كمان وفقا للماكوس. وانا هعلق على كلام السفير الهولي النهارده تمام. ولكن بس انا عايزه ابقى بشيء اكتر تفصيليا في 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 الخطوات المتبعه، لانه القانون السويسري يعني ملتزم بقصه الاحكام القضائيه النهائيه، واللي انا فهمته مش النهارده بس، يعني احنا متابعين الملف ده حتى مع السفير اللي قبل السفير الحالي الكلام كله ان بدون احكام قضائيه نهائيه تخرج عن بلد مستقر زي ما احنا دلوقتي الحمد لله كده عايشين أيوة مستقرين أيوة. مفيش فلوس هترجع. لا لا، ده دعاوى بترفعها بعض الدول، ولكن سويسرا مش هتلتزم بهذا الامر، بدليل ان هي اصدرت قرار احترازي قضائي باعاده 40 مليون فرنك سويسري الى تونس. وصحيح اسره الرئيس بن علي طعنت الرئيس المخلوع ولا المعزول، ولكن ده يعني مش هيعرقل اعاده هذه الاموال. لا، في مظله موجوده اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد اللي موقع لها مصر ومصادقه هي واكثر من 160 دوله. في بعض المواد في هذه الاتفاقيه مثل الماده 57 بتصل في بعض، بتقول ان لو في دوله الف اكتشفت ان دوله ب لها اموال منهوبه ومهربه يمكن ان تعيدها اليها طالما تاكدت ان هذه الاموال فعلا تم تهريبها وتهريبها. وبالتالي سويسرا بتلجا حاليا للتعاون القضائي الدولي. مصر قدمت العديد من الملفات وتحقيقات النيابه لتضم الى ما تقوم به النيابه السويسريه، ونحن لدينا امل كبير ان نستعيد هذه يعني الاموال. حضرتك بتقول انه وفقا للاتفاقيات ممكن يفرج عن هذه الاموال بناء على التحقيقات فقط دون الرجوع كمرجعيه الى حكم نهائي؟ لا، الحكم النهائي ده احد ثلاث وسائل وليس وسيله واحده فقط. وعاوز اقول لحضرتك ان استعاده الاموال هي ليست موضوع قضائي فقط، هي جهود قضائيه شعبيه دبلوماسيه سياسيه. وهضرب لحضرتك مثلا، اتفضل. نيجيريا نهب منها وفقا للبنك الدولي حوالي 7.2 مليار دولار، كل ما استعادته حوالي 618 ما يوازي بالدولار 618 مليون دولار وفقا لاحكام صدرت في سويسرا. ولم يتم إعادة هذه الأموال إلا بموجب اتفاق بين الرئيس النيجيري الأسبق أوباسانجو ورئيس الاتحاد السويسري في أكتوبر 2003، ولكن كان بوساطة من البنك الدولي. البنك الدولي مبادرة ستار طلبت أن يتم إعادة هذه الأموال. الأموال كل ما يجي رئيس ينهب أموال، فقال لك اشترطوا أن البنك الدولي ينفذ مشروعات بهذا المبلغ. الحكومة النيجيرية تحدد ما هي المشروعات، مشروعات في الصحة، مشروعات في التعليم، في غيره، ثم البنك الدولي يتولى تنفيذ هذه المشروعات. وبالفعل تم تحويل هذه الاموال على مدى عام ونصف، وبحلول عام 2005 منتصف يعني بعد مرور عام ونصف بالضبط كان تم تحويل هذا المبلغ. وبالتالي الاحكام القضائيه اللي صدرت في النهايه استلزمت اتفاق سياسي. لذلك انا اقول ان المصاري الامريكي متعسر ويحتاج الى جهود دبلوماسيه وسياسيه. انا التقيت بمسؤول امريكي رفيع المستوى، زار مصر ورفيع المستوى. حضرتك بتقولي ان هم مش مجمدين اصلا الاموال؟ لا خالص، بقول لحضرتك ان مسؤول كبير في وزاره العدل الامريكيه، بس للاسف طلب عدم ذكر اسمه، تحدث معايا بصراحه كبيره، قال ان هناك 20,000 بنك ومؤسسه ماليه في امريكا ولا يوجد بنك مركزي، ومن الصعب ان تجمد امريكا هذه الاموال، وانها وجدت اموال ضعيف بسيطه وتطالب من مصر ان ترشدها على هذه الاموال او تدلها على هذه الاموال. وبالتالي
ليست هناك نية أمريكية لعد هذه الأموال، ثم أن عدم تجميد هذه الأموال طوال هذه الفترة خلاص أعطى الفرصة لل 103 شخصيا أن تدخل في عمليات أخرى، أن هو يتم تحويلها وتهريبها وغير ذلك. وبالتالي يعني إحنا يجب أن نستخدم هذا المسار الأمريكي كورقة ضغط على أمريكا في هذا الملف تحديدا، وهذا الطلب جهود دبلوماسية وجهود سياسية، لأن إحنا كجهود شعبية بذلنا أقصى ما يمكن، وصلنا إلى رأس الدولة الأمريكية ولكن بردود هلامية ووهمية وغير مجدية. طيب أنت تقول أنه يعني بتتوقع في ضوء المباحثات اللي جرت على هامش المنتدى الثالث لاستعادة الأموال المنهوبة من الدول العربية أنه 60% من الأموال المنهوبة في سويسرا، وأنت المجمدة لا من أموالنا المنهوبة المجمدة في أموال منهوبة بتقدر من 40 ل 60 مليار دولار، لكن المجمد منها بس مليار و 300 مليون دولار، 60% من هذا المبلغ. خلينا مع المجمد بس. المجمد خلينا في المجمد المعلن يعني. أيوة بالظبط تمام. بعد سويسرا ال 40% دي المتبقية من الأموال المنهوبة المجمدة متوزعة ازاي؟ خريطة توزيعها ازاي؟ في 84 مليون جنيه استرليني في بريطانيا، في 34 مليون يورو ملك حسين سالم مجمدة في اسبانيا ولسه لم يفرج عنها، وفي ممتلكات فيلات وسيارات قدرت سويسرا ثمنها ب 58 مليون دولار تم تجميدها، وباقي المجمد في عدد من دول الاتحاد الاوروبي. هو المسار السويسري هو الأكبر من حجم الأموال، وأنا بتوقع النجاح ليس فقط بسبب هذا المنتدى، منذ تولي الرئيس فتح السيسي رئيس منتخب ووجود يعني إجماع الشعب عليه كان ردود الفعل إيجابية من سويسرا، ثم لما مصر أرسلت لها حكم القصور الرئاسية كان رد الفعل إيجابي، لكن دعينا نعترف أن عمليات استرداد الأموال في أسرع الدول التي استردت جزء من أموالها استغرقت من 5 إلى 7 سنوات، هي عمليات معقدة وتتطلب وقتا طويلا وصبرا، لكن أنا شايف في نية طيبة من الحكومة. أنا شايفها كمان من خلال حوارنا أن هم في إمكانية رغم أن احنا بنصارع الوقت، في إمكانية لتمديد هي سويسرا الفترة المرة ثالثة. لا هي سويسرا في إجراء غير مسبوق جمدت هذه الأموال لمدة 3 سنوات قادمة حتى مارس 2017، وده إجراء جيد، وأنا أعتقد أن قبل حلول مارس 2017 تكون مصر قد استردت هذه الأموال المجمدة، لأن سويسرا لم تكتفي بالتجميد مرة واحدة، سويسرا جمدت على دفعتين، وهذا يدل على وجود حسن نية لدى الحكومة السويسرية. ثم هناك متغيرات أخرى على الأرض، أن الشعب السويسري يرفض وجود مثل هذه الأموال، ثم أن هناك أيضا قانون في البرلمان السويسري يتيح سرعة إعادة هذه الأموال إلى الدول التي بس احنا غير مرتبطين بهذا التعديل التشريعي حسب ما أنا فهمت منه. هو لسه لم يتم ويناقش لسه، ولكن هيتم إقراره قريبا. احنا بنتصل أيضا بالأحزاب السويسرية، وأنا شخصيا نزل لي مندوب من صحيفة ليبرتي القاهرة وعمل ما يحوال نشر على صفحة كاملة، وده يدل على وفي كلمة قالها لي المسؤول الأمريكي رفيع المستوى، قال لي يعني طبعا ما تعتقدوش ان احنا زي سويسرا، انت لما تكتبوا مقال في صحيفة سويسرية بيأثر، احنا لو كتبتوا ألف المقالات عندنا او الاخبار لن يؤثر فينا هذا الامر. فانا ما واجهته قلت له ان انتوا يعني بيقول لي 30 سنة وصعب نتابعها وكده، فقلت له مال في قضايا غسيل اموال والارهاب وغيرها ازاي بتتابعوها؟ قال لي دي قضية اخرى، واضح ان في ازدواجية حتى في معايير امريكا ليس سياسيه زي ما فقط في امور اخرى وكل الامور. طيب سؤالي الاخير يا استاذ معتز، انتوا كمبادره نشاطكم ايه بقى في الفتره اللي جايه في هذه القضيه؟ نشاطنا احنا بنركز على عدد من اعضاء البرلمان الاوروبي، بنواصل ايضا اتصالاتنا، احنا التقينا الاستاذ مصطفى رجب منسق المبادره في بريطانيا، التقى مع رئيس حزب العمال البريطاني، هل تعرف ان في انتخابات في يوليو القادم، و حزب العمال بيدعم هذه قضية الأموال المنهوبة بعدد من النواب على رأسهم السيد أندوس لوتر، ووعد بمزيد من التعاون، ووعد حتى أن لو هناك مؤشرات يعني طيبة بالنسبة لهم أن لو تولت السلطة حكومة حزب العمال هيكون هناك تسريع في الإجراءات. هي المشكلة بالنسبة لبريطانيا أن بريطانيا جمدت بس أموال بسيطة ولم تجمد هناك ممتلكات وهناك عقارات وهناك شركات وأشياء كثيرة جدا، بريطانيا يعني تعاونها يعني مش قوي يعني ليس برغم طلب الحكومة انها تجمد كل ال لا هو يعني اقول لحضرتك احنا طبعا عاوز اقول لحضرتك ان قضية استرداد الأموال من يوليو 2012 مفيش لجنة، واللي بيتولى ديت طبعا مشكورين يعني جهاز الكسب غير المشروع وإدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام
واحنا تعاوننا مع الادارتين واداره والمستشار عاصم الجوهري عندما كان رئيسا للجنه طلب مستندات من امريكا عجزت اللجنه عن ان هي تحصل عليها من الحكومه الامريكيه واحنا سلمنا هذه المستندات ولم نعلن عنها وتم الاستفاده بها في بعض القضايا في الداخل والخارج. نعم بشكرك في نهايه هذا اللقاء الاستاذ معتز صلاح الدين رئيس المبادره الشعبيه لاسترداد الاموال المنهوبه. شرفتنا النهارده في هذه الحلقه من الاتجاه شمالا. وسريعا أعرض لكم الحوار الذي أجراه البرنامج مع جاني بيتالا وهو رئيس مجموعة الأحزاب الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي اللي قام بزيارة هذا الأسبوع إلى مصر لعرض موقف البرلمان الأوروبي والتقى فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين وأيضا الشخصيات السياسية والدينية. يذكر بس فقط أنه مجموعة الأحزاب الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي هي ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الأوروبي بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت به. إليكم هذا الحوار. جاني بيتالا رئيس مجموعة الأحزاب الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي، أهلا بك. مرحبا بك وبضيوفك الكرام. Let me first start with your meetings, the meetings you held here in Egypt. I understand you had a full agenda today. دعنا نبدأ بلقاءاتك هنا في القاهرة وتفاصيلها أيضا. نعلم أنك التقيت بالرئيس السيسي بالإضافة إلى لقاءات أخرى. ما هي انطباعاتك عن هذه المحادثات؟ My feeling is that Egypt is leaving. أتفهم أن مصر تعيش في لحظات خاصة وظروف استثنائية لتعبر منها نحو الديمقراطية، ولكن هذه المرحلة التي نسعى إلى دعمها تحتاج إلى إصلاحات ديمقراطية، وقد ذكرت هذا للرئيس السيسي وهو ملتزم بإجراء هذه الإصلاحات ونحن ندعمه وندعمها. وأرى أن هذه الخطوات لابد وأن تكون مرتبطة مباشرة بالديمقراطية والحريات وتعدد المنابر الإعلامية وتؤدي في أقرب فرصة إلى الانتخابات البرلمانية. علمت أيضا أن لديك رسالة لموقفكم من محاربة الإرهاب هنا في مصر، فما هي؟ نحن نشارككم القرار في ضرورة محاربة الإرهاب بكل الوسائل في مصر وخارجها، لأن الإرهاب تهديد بالفناء لأي دولة يتواجد بها. Since you're so understanding that Egypt is undergoing a very special, unusual. بما أنكم متفهمون أن مصر تواجه من العوائق ما يؤثر على مسارها نحو الديمقراطية نتيجة طبعا للهجمات الإرهابية. البرلمان الأوروبي أطلق تقريرا في يوليو الماضي ينتقد فيه مصر. فما تعليقكم الآن لما تقوم به مصر من خطوات نحو الديمقراطية وأيضا مكافحة الإرهاب؟ On Egypt. Was on July, last July, calling the whole European Union to take an action regarding Egypt, according to several issues for human rights in the point of view of the European Union. How do you actually evaluate the reforms or the status quo here in Egypt since you issued this resolution up till now, because so many things happened in between. But we need more time to give a complete evaluation. نحتاج إلى وقت لأن مصر في منتصف طريق الديمقراطية بعد انتخابات الرئاسة. والدستور أيضا. نعم بالطبع. والآن تقوم الحكومة بإجراء إصلاحات على هيئة تشريعات. نحن ننتظر حتى تنتهي هذه المرحلة ونحن نثمن الخطوات الجارية بل وندعم هذا المسار. We appreciate and we support. On the other hand, there is على الجانب الآخر هناك الشراكة الأوروبية المصرية على الصعيد التجاري ونحن على أبواب التوقيع على الإطار الجديد لاتفاقية سياسة الجوار الأوروبي. هل تتطلعون لتوسيع آلية الجوار في مناحي جديدة؟ If I'm wrong, the new framework of the European the neighborhood policy with Egypt, are you looking forward for more partnership in various areas in various issues.
نحن نقدر دور مصر في الحرب على غزة، فبدون مصر لما تحقق وقف لإطلاق النار، وأنا طلبت من الرئيس السيسي أن يكمل هذا الدور، فلا بد أن نعود إلى مفاوضات السلام قريبا. وأكدت مرارا أنه إذا استمر نيتنياهو في بناء المستوطنات فهذا لن يساهم في الوصول إلى سلام. إذن هذا هو موقفك من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي في كل المناطق المحتلة؟ بالطبع سياسة المستوطنات تشكل خطرا حقيقيا على السلام، لا بد من الدفاع عن أمن إسرائيل، ولكن إذا استمرت الحكومة في بناء المستوطنات فإنها تعطي ذريعة للجانب الآخر لإطلاق الصواريخ عليها، لا بد من وضع نهاية لهذه الدائرة المفرغة. And how and we have to avoid this vicious circle. And how do you actually react? وكيف ترى اعتراف السويد بدولة فلسطين؟ من طرفي أنا عبرت عن تقييمي الإيجابي لهذه الخطوة لأن هذا موقف رمزي، ولكن يعني أننا لابد من التوجه إلى الاتجاه الصحيح في هذه القضية. ودولتان يعيشان في أمن وسلام، إسرائيل وفلسطين، بل ويوجد بينهما تعاون. العودة إلى مفاوضات السلام، هل أنت راض على اللجنة الرباعية الدولية وعن أدائها ودورها؟ أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لابد أن يطلع بالدور الأكبر، وأنا واثق أنه مع تولي المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الجديدة فيدريكا موغريني فسيكون للاتحاد الأوروبي دور أكبر في هذه المنطقة. لقد فشلت الرباعية، ولا بد للاتحاد الأوروبي أن يكون له دور ويتخذ قرارات لحل هذه القضية. The quartet failed, and I think that the EU can have a decisive role to win this game. When we go further to the international. علمت أنك تناولت موضوع التحالف الدولي لمحاربة داعش مع الرئيس السيسي، ولكن جيل كيرشوف رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي صرح بأن أعداد المحاربين ضمن صفوف داعش من دول الاتحاد الأوروبي وقد زاد بصورة كبيرة، كيف تتعاملون مع هؤلاء؟ That the official estimate of European nationals who have gone to fight in Iraq and Syria has risen dramatically. How do you, as European Parliament, react to the rise of those with your nationalities who are fighting with ISIS? We have to eliminate the factors who push. أعتقد أنه لابد علينا من البحث في الأسباب التي دعت البعض إلى المحاربة مع داعش. هناك ظروف لدينا مثل عدم العدالة والفقر وعدم تطبيق الديمقراطية في بعض الأماكن، الفجوة في فهم الأديان في المجتمعات الغربية، ولكن برأيي هم فقدوا الصواب، ولكن كل هذا ساعد داعش لتجنيد المزيد من الأوروبيين، فنحن لابد من مجابهة داعش عسكريا وثقافيا وفكريا أيضا، ونغير أوروبا لمكافحة داعش والجهاديين أيضا. The sources for ISIS and for jihadists. And according your parallel. وبالتزامن كيف تتصرفون مع العائدين إلى دولكم من الحرب مع داعش؟ أعتقد أننا نحن ومصر لابد أن نتعاون ضد كل هؤلاء، لأن دور مصر كبير وواضح في مكافحة الإرهاب. And I think that the position of your country is clear. How do you expect? ماذا تنتظرون من مصر في هذا التحالف؟ هناك دور سياسي حاسم لمصر، وذلك لمكانتها في المنطقة، ولكن المعركة كبيرة، فهي سياسية وفكرية، فلابد أن نوضح أن الإسلام والمسيحية واليهودية يستطيعون أن يعيشوا معا. داعش ليست جزءا من الإسلام، بل هي خارجة عنه، فهي سرطان.
Last question. السؤال الأخير، كيف تنظرون إلى الإصلاحات الاقتصادية في مصر والمشروعات المنتظرة منها كحفر قناة السويس الجديدة؟ هل ستساهمون بالمزيد من الاستثمارات في مصر؟ بالطبع هي إصلاحات إيجابية ولا بد من زيادة الدعم، ولكن انتبهوا كي لا تذهب فوائد هذه الإصلاحات إلى الأغنياء. تتحدث إذن عن تحقيق العدالة؟ نعم، العدالة. جاني بيتالا، شكرا جزيلا لك. وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من الاتجاه شمالا، ألتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد. أذكركم فقط بصفحة البرنامج على الفيسبوك heading north.eg للتواصل دائما معنا. إلى اللقاء.